خلينا دايما نبقى متفقين على انه في نوعيه لعيبه مش بس رجاله ومش بس جدعان ومش بس اخلاق والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي، لا، عندهم كمان المثابره وعندهم الاصرار على انه رغم اي فرصه موجوده، رغم اي فرصه بتتاخد منه، وهو عارف كويس هو عايز ايه وعايز يوصل لحد فين. النوعيه ديت قليله شويه في الفتره اللي احنا موجودين فيها. في ناس ما بتعتمدش بس على موهبتها، ما بتعتمدش بس على انه بقى اسم، لا، هو طول الوقت بيثبت لنفسه انه ماسك في الفرصه. فيبقى كابتن نادي الزمالك ويقول لك انا برضو ماسك في الفرصه، فما يلعبش ويحصل ازمات في الامور امور، فيروح سموح ويجتهد ويشتغل، ومن قبل ما يروح يبقى موجود في منتخب مصر ويتالق مع منتخب مصر، ويبقى موجود كمان في المباراتين الاخيرتين لمنتخبنا الوطني امام نيجيريا. احنا بنتكلم عن راجل اسمه ابراهيم صلاح، مشرفنا ومنورنا النهارده في السوبر، وحقيقه انه كابتن ابراهيم صلاح واحد من النماذج المشرفه جدا جدا في كره القدم على كل المستويات اللي احنا ذكرناها، زي ما كنا بنقول لحضراتكم يا نجم النجوم، مشرفنا ومنورنا واهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك طبعا، واشكرك على الكلام الجميل ده، وانا اول مره معاك في البرنامج الجديد، ببارك لك عليه، وان شاء الله يكون حاجة إضافة كويسة للرياضة المصرية إن شاء الله. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا إن أنت مشرفنا من النهاردة. عارف إن أنت كان عندك ماتش عين النهاردة جاي من الإسماعيلية وجاي لسه من النهاردة. الإسماعيلية، بس أنا عارف إن أحمد هواري طبعا بعزبك. لا طبعا. السوبر إبراهيم صلاح مشرفنا ومنورنا في السوبر. هو أحد أفضل من شغل مركز لاعب الوسط في نادي الزمالك خلال العقدين الأخيرين. لعب أساسيا في صفوف الأبيض خلال 6 أعوام كاملة، خرج منها موسم للاحتراف في نادي العروبة السعودي، فضل بعدها العودة للقلعة البيضاء من جديد رغم إغراء مسؤول الأهلي لضمه. شارك مع الفريق تحت قيادة كل من المدربين، بداية بالفرنسي ميشيل دي كاستال، مرورا بمواطنه هنري ميشيل، ثم حسام حسن، حسن شحاتة، حلمي طولان، الثلاثي البرتغالي فييرا وباشيكو وفيريرا، وأخيرا باكيتا، وذلك قبل أن يخرج من حسابات المصري أحمد حسام ميدو. مثل منتخب مصر تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، والمصري شوقي غريب، والأرجنتيني هيكتور كوبر. حصد مع الزمالك 3 بطولات لكأس مصر وبطولة للدوري العام. إبراهيم صلاح جوكر وسط الأبيض الذي حصد جائزة أفضل لاعب وسط خلال الموسم الماضي من قبل جمعية اللاعبين المحترفين. هو ابن مدينة المنصورة، ودع جدران ميت عقبة بشكل مفاجئ بفرمان من المدير الفني السابق أحمد حسام ميدو الذي رفض استمراره بشكل غير معلن، وبناء عليه انتقل اللاعب إلى صفوف فريق سموحة السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ثم تألق مع الفريق السكندري ليستمر انضمامه إلى صفوف منتخب مصر ليعتمد عليه الأرجنتيني كوبر أساسي مع الفراعنة. عن أبرز الكواليس التي صاحبت كابتن الزمالك خلال المرحلة الماضية التي عجلت بقرار رحيله عن ميت عقبة ورأيه في المدرب الأجنبي والمدرب المصري في قيادة الأبيض، وعن إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق، يتحدث دونجا في السوبر مع إبراهيم فايق. بص يا سيدي، انت واحد من الشخصيات الغنية، يعني عندها محطات كتير وعنده وقفات كتير جدا في حياته، فانا مش عارف انا ابتدي منين. شوف انت عايز تبتدي منين، وشاور على الحته اللي انت عايز تبتدي منها ونتكلم، لان الحوار ده هيبقى يعني في كل حاجه النهارده. طبعا انا احب ابدا ببدايتي مع نادي الزمالك. كانت 8 سنين تقريبا، كنت جاي من نادي المنصوره، لعيب صغير مش حد يعرف اسمي، ماليش تاريخ في الكوره، جاي من ممتاز بيه وجاي لعيب صغير في السن، كنت 19 سنه وقتها. بس كان عندي تحدي كبير، اللي هو انا يعني اجي نادي الزمالك من فريق في الممتاز بيه، ده ليه حاجه نقله تانية خالص. انا جيت من وقت ما دخلت نادي الزمالك حسيت ان انا ما كنتش بلعب كوره قبل كده. طبعا الفرق كبير، يعني الناحيه الجماهيريه
ونادي الزمالك فريق بطولات وفريق كبير، جيت في وسط لعيبه نجوم انا كنت بتفرج عليها في التلفزيون، فالموضوع كان مختلف تماما يعني. بس من اللحظه اللي دخلت في نادي الزمالك كنت واخد قرار مع نفسي ان انا يعني خلاص لازم اعمل لنفسي اسم في وسط الناس دي. اول موسم جيت فيه ما شاركتش بشكل كبير وشكل اساسي، كنت بحاول ان انا انزل العب ماتشات مع الناشئين في نادي الزمالك، كان وقتها الكابتن انت برغبتك. اه طبعا كنت بطلب ان انا انزل العب ماتشات مع الناشئين. كابتن محمود ابو رجيله كان المدير الفني، كان هو مدير فني معايا في المنصوره، فكان عارف امكانياتي كويس. هو كان كابتن ابو رجيله هو اللي كان في المنصوره معايا، وبعديها السنه اللي بعدها مسك في فريق الشباب في نادي الزمالك، كنت بنزل العب معاه جميع الماتشات، بقيت اسافر مع اسيوط اسكندريه، سافرت كل مكان معاه عشان العب واكون موجود. الناس اللي اتفرجت عليا في ماتشات الناشئين كانوا يعرفوا امكانياتي كويس، والدليل على كده ان انا يعني كان ممكن اجي وامشي زي لعيبه كتير بتدخل نادي الزمالك وبتمشي ما بتعملش حاجه، وانا اسمي ما كانش معروف، فالموضوع مش غير. فوجئت في نهايه الموسم ده اللي الناس كلها متمسكه بيا ان انا اكمل في نادي الزمالك. بدات من السنه دي خلاص. لا بس يعني انا عايز اقف عند اكتر من محطه. انت رايح نادي الزمالك، لما لقيت نفسك في نادي الزمالك مش هتقدر تلعب، نزلت انت برغبتك تلعب مع طلبت الناشئين؟ مع الكابتن ان انا العب ماتشات الناشئين كلها، يعني انا كنت متقيد تحت السن، فطلبت ان انا كان العب في ماتشات مركزك بقى. الناشئين ده كان مين في نادي الزمالك ساعتها؟ كان وقتها احمد مرغني، وكان في احمد عبد الرؤوف، كان الكابتن ايمن عبد العزيز شويه. فيعني كنت الفتره دي لسه جاي او ما فيش حد يعرف اسمي كويس، كنت بتمرن. 19 سنه بتقول؟ كنت 19 سنه في نادي الزمالك. كنت بنزل العب ماتشات الناشئين. في نهايه الموسم قرروا ان هم ابقى اكون موجود مع الفريق الاول واتايد في وسط اللعيبه الموجوده دي. الموسم ده كان برضو بدايته كانت فيها تعثر شويه، كانت الدنيا لسه مش متظبطه. كان وقتها كان المدير الفني دي كاستيل في الزمالك. بعد كده يعني بدات ادخل اول يوم للكابتن احمد للكابتن حسام حسن، كان قبل مباراه حرس الحدود، كان اول ماتش ليا ابداه اساسي، واللي كان يعني دايما بيساعدني كابتن احمد حسام ميدو. يعني دي حاجه في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، يعني كان في الوقت ده اكتر واحد بيساعدني ان انا اكون موجود بشكل اساسي، كان شايف انا كنت بتمرن وبادي بشكل ازاي. مع وجود الكابتن حسام حسن كانت دي المرحله كان ميدو المهمه. لعيب في الفرقه. كان لعيب في الفرقه، وكان دايما بيتكلم معايا، كان بيكلم الكابتن حسام ان هو اكون موجود يعني وكده، وعرفوا ان انا يعني اسمي ما كانش معروف قوي لسه، فان في لعيب كويس في الموضوع. الدنيا دي غريبه قوي. طبعا يعني وفي ناس كتير ما تعرفش الحاجات دي. ميدو وهو لعيب كان عايز ابراهيم صلاح يبقى بيلعب، وميدو وهو مدرب ما كانش عايز ابراهيم صلاح يكمل. ممكن هنتكلم فيها بس ماشي، بس ايه وقفه مهمه، نقطه مهمه طبعا. فكان من وقت كابتن حسام الثقة الكبيرة اللي ادهالي دي طبعا كانت النقطة الفاصلة معايا في نادي الزمالك. ان انا من الوقت ده الحمد لله ما قعدتش احتياطي في نادي الزمالك خالص. يعني من 7 سنين اللي فاتوا دول انا ما قعدتش احتياطي مع كل المدربين. كابتن حسام، كابتن حسن شحاتة، جبنا احنا كل المدربين، فريرا، كابتن فييرا الاولاني، باتشيكو، كل الناس الحمد صلاح. لله الحمد لله كل الناس ما قعدتش خالص في نادي الزمالك خلال الفترة دي. انت الفترة الأخيرة خلال الفترة دي انت رحت طالع العروبة. طلعت سنه في العروبه طبعا، وكان لها ظروف برضو كانت غصب عني او كانت صعبه جدا. الوقت إيه نادي الزمالك كان في الوقت ده الدنيا بتتدمر في النادي طبعا. عقودنا بتنتهي، و30/6 الثوره قامت ومفيش كوره ومفيش حد بيجدد معانا، وعقودنا انتهت. كنت في الفتره دي مشينا كتير كمان، المدرب مشي وانا وصبري رحيل ومندومو سيسي، كل الناس مشيت من الفرقه ومفيش حد جدد معانا. مشيت سنه، وبعد ما رجعت طبعا كانت سنه حلوه دي. بالنسبه لي كانت سنه يعني كان فيها تحدي كبير ليا، لاني كنت ماشي من نادي الزمالك بطل افريقيا وبطل مصر، ورايح على فريق في السعوديه مش من الفرق الكبيره. فكان تحدي كبير ليا ان انا لازم اثبت نفسي هناك. الحمد لله عملت موسم من افضل المواسم اللي لعبتها كوره، وهناك الدنيا منتظمه والامور اهدى من هنا بكتير في كل الامور. فعملت موسم بالنسبه لي من احسن المواسم اللي لعبتها. طبعا لما اتطلب مني ان انا اكون موجود تاني في نادي الزمالك عشان بنبني فريق كبير، ما اتاخرتش طبعا، كنت اول صفقه او اول واحد مع مستشار مرتضى لما جينا نبني الفرقه. رجعت والحمد لله راضي لحد اللحظه ان احنا فيها دي، لما رجعت ان انا عملت كل اللي عليا، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن يعني ان شاء الله. طيب خلال الـ يعني حاله التباين الرهيبه اللي انت ذكرتها، احمد حسام ميدو وبعدين رحيلك عن نادي الزمالك، ولمسات الرحيل كانت عامله ازاي؟ بص هو الموضوع بس بسيط، لان في ناس كتير فاهماه بشكل غلط او فاهماه بشكل شخصي ان بيني وبين الكابتن احمد حسام. لا خالص، هو في حاجه بسيطه انا عايز اقولها، ان الموضوع بالنسبه لي او بالنسبه للكابتن احمد حسام كان موضوع فني. يعني هو شايف ان وجهه نظر فنيه ان انا
مش هفيد الفرقة، او في الوقت ده في ناس تانية هتقدر تفيد الفرقة اكتر مني، او المستوى الفني ليا ان انا ما كنتش كويس، او انا ما كنتش كويس في الفترة دي. فهي دي بس هو ده الموضوع، لان في ناس كتير رابطة ان في مشاكل او في حاجة شخصية. ما فيش حاجة خالص والله. هو انا اول ما جيت الزمالك هو كان اكتر واحد بيساندني ان انا اكون موجود بشكل اساسي من وانا صغير. دلوقتي هو بقى مدير فني، هو شايف ان او المستوى ما يسمحش ليا ان انا اكون موجود بشكل اساسي، ودي حاجه انا احترمتها فيه. بس انت طلبت منه ان انت ما تقعدش احتياطي؟ لا، عمري ما اتكلمت في موضوع احتياطي. هو انا بس الحاجه الوحيده اللي اتكلمت فيها ان انا يعني عايز افهم، انا يعني بره ليه كابتن احمد حسام وصل نادي الزمالك قبل مباراه الداخليه بالليل، وصل نادي الزمالك بالليل النهارده وهنلعب مباراه الداخليه بكره. كنت انا اخر مباراه للزمالك كان مستر باكيتا انا الاساسي في المباراه. المباراه الثانيه انا بره. المباراه اللي بعديها بره السكور خالص. يعني حاولت افهم بس ايه القصه، لو انا مقصر في حاجه ابدا ازود فيها، لو انا شايف في نقص في حاجه عايز افهم، انا خارج حساباته او فيها يعني. دي الحاجه اللي انا حاولت افهمها. والراجل اتكلم معايا بكل امانه ان انا بعيد فنيا الفتره دي، وفي ناس احسن مني، وفي ناس يعني مستواها في الفترة دي أحسن مني، وأنا احترمت فيه كده وما قلتش حاجة. وبعد كده يعني طلبت منه إن هو إن أنا أشتغل معاه، أتمرن تمرينتين لو الموضوع البدني عندي مشكلة. أنت اللي طلبت برضه؟ طلبت منه كده. بعد هو في الأول رفض موضوع رحيلي، قال لي أنت كابتن من كباتن الزمالك، عندنا مباريات كتير، عندنا بطولة أفريقيا، عندنا مباراه في الدوري في الكاس، وهنعمل روتيشن في الفريق وانت هتلعب. واول مباراه طلب مني ان انا العبها كانت مباراه الشرطه قدام اللعيبه كلها. قال ان انت هتلعب مباراه الشرطه. وبعد كده فوجئت ان انا ما لعبتش. يعني هو قال قدام اللعيبه كلها، قال قدام اللعيبه ثلاث لعيبه هيلعبوا، ابراهيم صلاح، كان محمد عادل تقريبا، وحمودي. الاثنين لعبوا وانا ما لعبتش. نزلنا 10 دقايق في الاخر. وبعد كده بالنسبه لك 10 دقايق ده اللي هو انت ما لعبتش؟ مش ما لعبتش. ده هو كان موعدنا قدام اللعيبه كلها. حتى اللعيبه كلها استغربت ان ابراهيم، يعني انت قلت قدام الناس كلها ان ابراهيم هيبدا وما بداش. وبعد المباراه يعني هو وضح لي، قال لي انا كنت خايف بصراحه، انت يعني انا مستواي ما يأهلنيش، او انا مش قادر ان انا العب ماتش اساسي في الزمالك وكده. ومن بعد المباراه دي يعني خلاص انا بتمرن، ما بعملش اي حاجه وما بتكلمش في اي حاجه. فوجئت ان انا يعني الناس بتتكلم ان ابراهيم صلاح. لا، انا كلمتك في التليفون. انا كلمتك في التليفون اسالك، اقول لك هو انت رايح سموحه ولا قلت لي سموحه ايه؟ انا فوجئت ان الناس كلها بتقول ان فعلا ابراهيم صلاح الجهاز الفني موافق ومجلس الاداره موافق ان هو رايح. اتفاجئت، انا كنت بتكلم معاك، انا اول مره اقول يمكن الكلام ده. كلمت كابتن حازم، قلت له انا ما عنديش فكره. انا كلمت كابتن حازم، قلت لك لا بيتكلموا عليك في سموحه كذا كذا كذا. كلمت كابتن حازم. كابتن حازم برضو من الشخصيات المحترمه انا بحترمها جدا، وكابتن احمد حسام انا بحترم فيه، دي حاجه قويه يعني بالنسبه لي. انا بحترم فيه ان هو اتكلم معايا بشكل بيتكلم مباشر، ما بيلفش وبيدور. دي النقطه دي تتحسب. كابتن حازم برضو قال لي انت في دور من ورا ظهرك هيبقى في صعوبه ان انت تشارك مع الكابتن احمد حسام في الزمالك. فانا شايفين من الافضل يعني ان انت تروح، واحنا موافقين وكده. ومن اللحظه دي انا خلاص يعني قلت اوكي ماشي، ما فيش مشكله. ورحت نادي الزمالك تاني يوم. لقيت كل حاجه تقريبا جاهزة. يعني كانت جاهزه. 50% من عقدي اتنازلت عنها مقابل ان انا اخد مبلغ. 50% بتاعت مليون جنيه اتنازلت عن مليون جنيه، وخدت شيك بمبلغ معين يعني. وبس، ورحت سموحه وموافق مع توكلت على الله. لا الحمد لله، اهم حاجه ان انا كنت راضي وكنت موافق على كل حاجه. يعني مفيش حد عمل حاجه غصب عني، برضايا وانا كنت موافق، عملت كل حاجه. وكنت بتمنى من ربنا ان انا ايه، ان اهم حاجه الفتره اللي جايه هي اللي تكون خير ليا. والحمد لله انا لحد اللحظه دي. هو انا قبل كده كنت خايف وانا رايح السعوديه، لما رجعت من السعوديه كنت بحمد ربنا ان انا خدت الخطوه دي. كويس. دي برضو دلوقتي انا ماشي في الاتجاه ده. ان انا طلعت من نادي الزمالك باي ظرف من الظروف. بس ماشي في اتجاه ان انا برضو ان شاء الله لما ارجع هقول الحمد لله ان انا خرجت الفتره دي. بس هو احساس صعب جدا ان انت طبعا لعيب ثقه ولعيب تقيل وكابتن فرقتك، فجاه مره واحده المدير الفني بيقول لك انت ده، انا خايف اصلا ان انت تشارك لا تكون انت فنيا مش هي بس قادر. هي بس يعني اقصد انه هي وجهه نظر صعبة عليا بالظبط. بس هي دي اللي انا لازم اقصد ان هي تكسر اي لعيب يعني، عارف، تهد اي لعيب. هي دي قوتني بصراحه. يعني ده اكتر موقف قواني ان انا لازم اروح سموحه دي اقول اثبت للناس او اثبت لنفسي ان انا لسه كويس، ان انا مش زي ما الناس دي بيقولوا ان انا خلاص مش قادر. فانا هثبت ان انا لسه كويس.
الحمد لله يعني خطوه سموحه شايفها بالنسبه لي كويسه جدا، رغم ان الموضوع صعب بالنسبه لي. انا ما لعبتش دوري ممتاز في مصر خالص مع اي فريق غير الزمالك، ما لبست تيشيرت خالص غير تيشيرت نادي الزمالك، فكان صعب عليا ان انا اخرج من النادي ده لكن الحمد لله انا بقول دلوقتي ان انا راضي ومرتاح جدا للخطوه اللي انا عملتها في فوق، لان كنت هبقى موجود في نادي الزمالك ما كنتش شايف ليا اي دور، ودي صعب عليا ان انا اكون موجود في الزمالك وما يكونش ليا دور. انا الحمد لله وصلت ان انا واحد كنت شايل شارة كابتن نادي الزمالك، فكان هيبقى صعب ان انا اكون موجود بالشكل ده. فالحمد لله انا دلوقتي ماشي في الاتجاه الصحيح، بادي اللي عليا، بحاول بحارب مع فرقتي عشان برضه اقول للناس ان انا موجود، منتخب مصر موجود فيه بشكل كويس، بلعب لاخر مباراه بشكل اساسي، فانا اعتقد ان انا ماشي في الاتجاه الصحيح فالحمد لله. ما حسيتش ان في جزء من حقك رجع لك بشكل او باخر؟ وركز في السؤال عشان ممكن يبقى فيه فخ، بس عشان انت حبيبي انا بقول لك انه في فخ، انه والناس بتتكلم عن طارق حامد اتصاب، نادي الزمالك بلا خط منتصف، عنده ازمه كبيره في ماتش النادي الاهلي وما تبعه من لقاءات، كل الناس طلعت، كل الاستوديوهات التحليليه، كل الجرايد، كل الفضائيات، كل المواقع الانترنت قالت الجهاز الفني مسؤول عما يحدث في نادي الزمالك لانه ترك ابراهيم صلاح بدون اي مبرر. انا اقول لك ده اي مدير فني، اي مدير فني بيبقى له حساباته، ان عنده لعيب اساسي، عنده البدائل واحد واثنين وثلاثه، فكابتن احمد حسام اكيد كان عارف كده. ان طب ايه البدائل؟ هو انت كان ايه بدائلك؟ لا كان طارق بيلعب بشكل اساسي، هو بصراحه كان من الناس اللي ماشي كويس جدا في الفتره دي، وما شاء الله كان ماشي بشكل كويس، كان لازم يكون موجود في فريق نادي الزمالك. اتصاب، بس هو الكابتن احمد حسام كان باين يعني كان حاطط بدائل، ان ممكن توفيق يكون موجود، ممكن كوفي معروف. يلعب في الحته دي معروف، يعني ممكن ما ساعدوش الحظ شويه في الموضوع ده ان طارق يتصاب وتوفيق في الجيش احنا بشر ممكن. ما تشفتش شويه كده مع لا خالص والله، انا كنت زعلان جدا وانا بلعب قدام نادي الزمالك في مباراه سموحه والله، بس كان لازم العب لان انا كان دي برضو حاجه مصر. دي برضو حاجه انا برضو هسالك عليها. طبعا اللي عملوا زيك ما لعبوش، خالد قمر مسك لسه بنقول سموحه على خالد ربنا يشفيه، يعني كان عنده صليبي. لا قبل كده كل الناس لعبت، بس موضوع اللعب ده كان بالنسبه لي انا تفكير تاني خالص، يعني إيه تفكير بقى؟ ان انا منتخب مصر لازم اكون بشارك بشكل اساسي عشان اتضمن منتخب مصر. كان مباراه الزمالك قبل تجمع المنتخب على طول، يعني كان او اخر مباراه قبل تجمع المنتخب كان لازم اشارك في المباراه دي عشان انضمن للمنتخب، فانا استاذنت الناس في كده، واستاذنت ان انا اكون موجود مع العب المباراه دي عشان انضم للمنتخب، فانا لعبت والحمد لله بعديها برضو شاركت مع المنتخب بشكل اساسي والحمد لله. مش متضايق؟ لا زعلان اكيد، زعلان ان انا بره نادي الزمالك. يعني لا مش متضايق ان انت لعبت الماتش ده قدام نادي الزمالك؟ لا مش متضايق خالص، لان دي كان حاجه ان انا يعني عايز حاجه، انا جيت على نفسي كتير في حاجات كتير، فكان لازم يعني الناس تساعدني ان انا حاجه لنفسي ان انا ارجع المنتخب. انا كنت محتاج ماتشات بس، انا ما كنتش وحش في نادي الزمالك ولا مش قادر زي ما الكابتن احمد قال، لا انا كنت محتاج ماتشات. انا فضلت في الاصابه مع منتخب مصر في التشات، جالي تمزق في الضمه، فضلت اكتر من شهرين ما بلعبش كوره، ما تاهلتش، ما عملتش اي حاجه، لاني سافرت مع المنتخب العسكري كوريا، فكنت محتاج ان انا العب ماتش او التاني او التالت عشان ارجع، فمفيش حد ساعدني ان انا اعمل كده. لعبت 10 دقايق اتقال لي فيهم انك مش قادر، بس فهو ده الموضوع كله. كنت محتاج ماتشات، فالحمد لله. اتكلمت مع رئيس نادي الزمالك قبل ما تلعب ماتش سموحه ده؟ قلت له استاذنك عايز العب الماتش ده وانا في سموحه مع الزمالك. هو انا كنت حابب ان انا لا هو طبعا دي حاجه بتحترم ان الناس كلها كانت شايفه ان انا واحد من كباتن نادي الزمالك، فما ينفعش اشارك قدامهم وكده. لكن انا استاذنت في النقطه دي بس ان انا المنتخب وكده، فالناس وافقوا ان انا العب ولعبت المباراه، يعني مفيش حاجه وعدت على خير والحمد لله، والماتش خلص تعادل يعني حبايب، وبرده انضميت للمنتخب بعد المباراه دي فالحمد لله. ما هي بقى دي النقطه اللي انا لسه هقولها، حاسين دي مكافاه بقى من ربنا؟ يعني هو بصراحه انا بقول يعني الحمد لله، ثقه الجهاز الفني للمنتخب دي حاجه من اكتر الحاجات اللي انا فرحان بيها، يعني ان بمجرد ان انا بكون موجود بشكل اساسي مع فرقتي بنضم للمنتخب وبلعب بشكل اساسي، فدي اكبر مكافاه ليا من ربنا، يعني الحمد لله انا بحمد ربنا على كده، وبقول ان انا هموت نفسي في اي مكان اكون موجود فيه عشان اكون موجود وقد الثقه دي ان شاء الله. لما رحت مع منتخب مصر بقى مباراتين نيجيريا الذهاب والاياب، انت كنت متوقع اصلا انك يعني هتلعب في المباراه بشكل اساسي مباراه الذهاب والاياب؟ هو كلنا بص هو المدير الفني بصراحه بيتعامل مع الناس كلها، احنا كنا في المعسكر 25 لعيب،
25 لعيب دول زي بعض فينا كل المراكز، كانت وارد انك تلعب ووارد ان انت تكون بره التشكيل خالص يعني ما فيش حد يعرف اي حاجه. لقيت نفسي اساسي في مباراه نيجيريا هناك وهنا، وده حاجه بقول انا يعني سعيد بالثقه دي جدا، بحاول بموت نفسي ان انا اكون موجود وادي الثقه دي والحمد لله يعني. اهم حاجه ان هي عدت على خير ومنتخبنا قدرنا نفوز في المباراه اللي في مصر وتعادلنا بره ملعبنا، ودي حاجه كبيره لينا كلنا، وان شاء الله كمان اللي جاي يكون احسن لينا باذن الله. طيب يا سيدي انت جاي لك اسئله كتير جدا جدا، وكمان الهاشتاج بتاعنا هو السوبر اندرسكور ابراهيم اندرسكور صلاح، ابعتوا لنا على تويتر كل اللي انتوا هتبعتوه احنا هنقوله للكابتن ابراهيم صلاح. نروح لصفحتنا على الفيسبوك ناخد منها شويه اسئله. محمود رجب بيقول يا كابتن ابراهيم لو اتعرض عليك انك تروح النادي الاهلي توافق؟ لا لا ما توافقش، ده قطع ما فكرتش. انا قلتها قبل كده، انا واحد من الناس اللي كنت كابتن لنادي الزمالك يعني، مع احترامي طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا والناس محترمين، ودي مش تقليل منه لا، انا بقول بس ان انا من الناس اللي محسوب على نادي الزمالك، ما ينفعش اكون موجود في مكان تاني. طيب مصطفى عرف بيقول يا كابتن يا كابتن ابراهيم نفسي والله تفضل في سموحه احسن لك. كابتن انت عايز تقعد في سموحه تكمل في سموحه، ولا انت خلاص عارتك تنتهي تعود مره اخرى للنادي الزمالك؟ انا عارتي بتنتهي في نهايه الموسم ده، برجع نادي الزمالك. موضوع بقى ان انا اكون موجود في الزمالك او لا، ده مش بايدي انا يعني، مش بايدي خالص. انا تحت امر طبعا مجلس الاداره والجهاز الفني الموجود، مثلا بيشوف انا في احتياج ليا او لا، وقتها اقدر اقرر يعني اكون موجود فين. امتى تفكر في ان انت تاخد خطوه بره مصر؟ لا هو انا يعني الوقت اللي احس فيه ان انا خلاص ماليش مكان في نادي الزمالك هيبقى بالنسبه لي ان انا هسافر بره مصر، هيكون الحل الاحسن يعني. طيب محمد حسن بيسالك بيقول لك كابتن ابراهيم صلاح من احسن اللعيبه، مين احسن مهاجم في مصر من وجهه نظرك؟ مين احسن مهاجم؟ احسن مهاجم في مصر حاليا؟ مروان محسن. مروان محسن. طيب خلينا نروح لتويتر كمان، هنجيب لحضراتكم الاسئله اللي اتبعتت للكابتن ابراهيم. احمد كيمو بيقول لو اتعرض عليك من سموحه الانتقال نهائيا هتوافق ولا لا؟ ما انا بقول انا عرض ست شهور برجع نادي الزمالك والامر في ايديهم يعني. ماشي اللي بعده، ازاي قدرت تلبس فانيلا تانية غير فانيلا الزمالك، وهل مين السبب ولا لا؟ ده تركي اكس دي. اتكلمنا في الموضوع ده اعتقد يعني صعب عليا ان انا البس تيشيرت تاني والله غير نادي الزمالك، وكمان بس إيه ما كانش بايدي. وتلبس التيشيرت ده وتلعب نادي الزمالك، ودي اصعب كمان والله. برضه نفس الشعور ده كان بيتكلم عليه فتح الله واحمد اياد مالك، انه انا المفروض ما بقاش في الناحيه دي، انا المفروض ابقى في الناحيه الثانيه يا جماعه، انا مش المفروض ابقى في لابس ازرق، المفروض ابقى لابس ابيض. محمود سيد نفسي اعرف وجهه نظرك ليه ناس كتير في خط النص راحت المنتخب وحسام عاشور ما يروحش؟ لا حسام عاشور لعيب كبير طبعا، ولعيب مهم في من اللعيبه الكبيره في نص ملعب نادي الاهلي ومنتخب مصر، بس اعتقد ان الموضوع يعني وجهه نظر فنيه فاكيد ماليش دخل فيها يعني. عمر تريكا بيقول ايه رايك في رمضان صبحي، مين احسن لاعب في مصر حاليا من وجهه نظرك؟ رمضان صبحي لعيب كبير جدا، سنه صغير، مقاوماته كلها بتقول ان هو يبقى لعيب كبير لو اهتم بنفسه وطور من نفسه جدا في حاجات كتير هيطور من احسن اللعيبه الموجوده. انا اتمنى له ان هو يسافر زي صلاح والنني وكوكا، ولازم يجرب التجربه دي لانه لعيب كبير وامكانياته كبيره، وان شاء الله يكون في الفتره اللي جايه احسن باذن الله. بتشوف نفسك امتداد للكابتن تامر عبد الحميد دونجا؟ يعني مش امتداد، هو يعني اكيد هو شرف ليا طبعا ان الكابتن تامر ناس كتير شبهتني بيه وبيقولوا ان انا مكانه، فده شرف كبير ليا طبعا، وابن بلدي وفي نفس مركزي وكمان فريق المنصوره بيشبهونا في بعض في حاجات كتير، فده شرف كبير ليا واتمنى يعني ان انا اكون نفسي اعمل الحاجه اللي هو عملها، جاب للزمالك بطوله افريقيا، فانا اتمنى ان انا اجيب للزمالك بطوله افريقيا. كم بطوله دلوقتي جبتهم مع نادي الزمالك؟ اتنين كاس ودوري. اتنين كاس ودوري. حاسس ان هم قد المجهود اللي بذله ابراهيم صلاح؟ مش قد المجهود لسبب واحد بس، ان احنا ان انا جيت نادي الزمالك، في ناس كتير فعلا بتقول انا لعبت كتير وبطولات قليله، بس احنا جينا في اوقات يا كابتن ابراهيم ان كان فيها نادي الزمالك لو بيقعد في الدوري كان يبقى كويس. الظروف اللي كانت بتمر بينا وبنمر بيها كلنا والتخبطات اللي كانت في النادي، مشاكل اداريه، كل حاجه بقى ممكن تتخيلها. كل حاجه ما كانتش تليق بنادي الزمالك خالص. تعالي السنه دي الدنيا مختلفه. لا مش السنتين دول خالص. مش السنتين دول خالص. قبل كده كان الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك صعب، ما كانش في حاجه كويسه غير الجمهور بس. يعني كنا الفتره دي بنلعب بجماهير، ما كانش في اي حاجه خالص كويسه غير جمهور نادي الزمالك بس. ما فيش اي حاجه بقى خالص ممكن تتخيلها في فرقه كوره، ما كانش في حاجه كويسه. والله مرت علينا ايام لعيبه في لعيبه ما بتجيش التمرين عشان
معهاش فلوس تيجي عربياتها والبنزين يعني في حاجات مأساوية يعني. يا عم مش فلوس يحطوا بنزين في العربية. مرينا بكل حاجة، في شيكات بتيجي لعيبة عايزة تعمل شيكات، لعيبة عليها الشقق فلوس. بتاعتها تتاخد، حوارات بقى ربنا ما يرجعها تاني ان شاء الله. عمر ما في لعيب في الدنيا، لعيب كرة في الدنيا ينزل يلعب، لو في النهاية بيلعب بالظبط هيلعب. احنا مرينا بظروف كتير كانت في ايام يعني صعبة جدا على الفرقة دي، لكن السنتين دول اعتقد من احسن السنين اللي مرت على نادي الزمالك، معاهم لعيبة محترمة جدا، لعيبة مستواها الفني عالي جدا. يعني اعتقد ان الفترة دي ولازم الوقت ده كله الناس تستغل وجود مجلس الإدارة دلوقتي واللعيبة اللي هي موجودة دلوقتي دي، لازم نستغل الوقت ده ان نادي الزمالك يحصد اكبر عدد من البطولات موجودين فيه، وان شاء الله هم قادرين على كده بإذن الله. حوارنا لسه مستمر معاكم، عندنا اسئله كتير جدا جدا لكابتن ابراهيم صلاح، حضراتكم تقدروا تشاركوا معانا في الحوار من خلال الهاشتاج بتاعنا سوبر اندرسكور ابراهيم اندرسكور صلاح. هناخد فاصل اعلاني، بعد فاصل مكملين مع حضراتكم في السوبر.